السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. شو عم يصير على الأراضي التركية؟ ليش تم إيقاف الإقامات؟ شو صار بخصوص موضوع الكملك؟ بالنسبة لموضوع السوريين والأجانب، شو اللي صار وشو اللي عم يصير؟ مين رح يتم إعطائه كملك؟ مين رح يتم إعطائه إقامة؟ كيف ماشي الأمور؟ طيب شو مستقبل الأجانب والسوريين على الأراضي التركية؟ شو اللي عم يصير؟ كل التفاصيل يا أخوان بشكل مفصل ضمن هذا الفيديو. طبعا يا أخواني فصلت جميع الأمور ضمن هذا الفيديو. بداية ضعوا إعجاب للفيديو إذا ما عندكم وقت بالوقت الحالي تشوفوا هذا الفيديو، ضعوا إعجاب ورجعوا شوفوا فيما بعد، لأنه هذا الفيديو يا أخواني رح يفصل لكم جميع الأمور بشكل مفصل لأصحاب الكملك ولأصحاب الإقامات وللأجانب بشكل عام. وبنصح الجميع يا أخوان إنه يسمع كل كلمة بهذا الفيديو مشان يصير في عنده فكرة كاملة بالشيء اللي عم يحصل حاليا في تركيا. بداية يا أخوان، حاليا رح نستمع إلى خطاب وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو. طبعا رح نستمع للخطاب وبنفس الوقت أنا رح ترجم لكم الخطاب، رح ترجم لكم القوانين الجديدة، رح ترجم لكم التفاصيل اللي صارت. وبعد ما نخلص من ترجمة الخطاب يا أخوان رح نحكي كمان ببقية التفاصيل اللي هي إلى علاقة بالكملك وبالقوانين على الأراضي التركية. خلينا نبدأ بالخطاب مقطع مقطع وخلينا نترجم الخطاب لحتى الناس تعرف شو عم يصير. إقامة إذن حاملة tüm yabancıların biyometrik verileri alınıyor zaten. Aldığımız diğer bir tedbir. نقوم بأخذ جميع معلومات وبصمات الأشخاص حاملين الإقامة، وقمنا بعمل إجراء وتدبير آخر والذي هو öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni taleplerini reddediyoruz. Bu ne demek? Burada da bir istismar var. Bu istismarın hangi yollarla olduğunu سيد جنرال المدير açıklasın. نقوم برفض إعطاء الإقامات لمن جاءوا بفيزا علاجية أو بفيزا طلابية وقاموا بالتقديم على الإقامة السياحية. لماذا قمنا بهذا الإجراء وما معنى هذا الإجراء؟ لأنه يوجد هناك استغلال بهذا الأمر. ما هو الاستغلال؟ yabancılar vize başvuruları sırasında öğrenim amaçlı vizeye ya da tıbbi tedavi amaçlı vizeye başvuruyorlardı. Ancak düzensiz göçmenlerde baktığımızda üniversitelere fake kayıtların olduğunu ya da fake yani sahte ya da hastanelerden alınmış sahte raporların olduğunu tespit ettik ve bu kısıtlamaya giderek talimatlarınız doğrultusunda öğrenci olanın öğrenim vizesiyle gelenin öğrenci ikamet izni alması, tıbbi tedavi vizesiyle gelenin de tıbbi tedavi amaçlı ikamet izni almasını sağlıyoruz. Bu ikamet izninin amacı dışında kullanılmasını engelliyoruz. لاحظنا انه كثير من الاشخاص اللي كان معهم فيزا طلابيه قاموا بالتقديم على الاقامه السياحيه، يعني فقط كانوا مسجلين في احد الجامعات بشكل مزور. وبالاضافه ايضا الاشخاص اللي عم بيقدموا على الاقامات ومعهم فيزا علاجيه كمان اكتشفنا انه في تزوير بالنسبه لهدول الاشخاص، فاخذنا قرار انه الشخص اللي جاي بفيزا علاجيه بيتم مساعدته واعطائه اقامه فقط توفر له حق العلاج في تركيا، واللي جاي بفيزا دراسيه بتم إعطائه إقامات بتوفر له حق الدراسة في تركيا، ولن يستطيع هؤلاء الأشخاص استخدام هذه الإقامات بغير طرق. يعني اللي جاي يدرس رح يكون من شان الدراسة، اللي جاي يتعالج رح يكون من شان العلاج. يعني burada da iki kaçak yol var. Kaçak yol şu: öğrenci vizesiyle geliyor, sonra ikamet vizesine başvuruyor. Sağlık vizesiyle geliyor bir takım ayarlamalarla. Sağlık vizesiyle geldikten sonra diyor ki ben bundan sonra ikamete başvuruyorum ve burada kalacağım. Bu iki yolu tıkadık. Arkadaş sen sağlık için gelmişsen sağlığını yaptır ve dön. İki öğrenim için gelmişsen başımız üzerinde yerim var zaten seni kabul ediyoruz. Ama başka bir vizeye seni vermiyoruz. بعض الأشخاص يأتون إلى تركيا بسبب العلاج أو لسبب الدراسة ويقومون بالتقديم على الإقامة السياحية، فنحن قمنا بإغلاق هذه الأبواب. من أتى إلى تركيا من أجل الدراسة أو من أجل العلاج أهلا وسهلا بكم، ولما بتنتهي فترة العلاج أو فترة الدراسة رح يرجعوا هدول الأشخاص على بلدهم. Ve yine bu da yeni bir kural. 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren ülkemize giriş yaparak ilk defa turizm amaçlı ikamet izni talep eden yabancıların tüm ikamet başvuruları reddediliyor. بدءا من تاريخ 10 شباط 2022 كل الأشخاص اللي عم بيقدموا أو رح يقدموا على الإقامة السياحية رح يتم رفض إقاماتهم. الشخص اللي جاي على تركيا من أجل السياحة بيكون في معه فيزا سياحية مثلا مدتها شهر أو شهرين أو 3 أشهر، بيقضي بتركيا فترة السياحة ومن ثم بيرجع على بلده. Ve yakaladığımız zaman da ülkelerine geri deport ediyoruz veya terke davet ediyoruz.
في حال الأشخاص اللي تم رفض الإقامة تبعهم ولقيناهم لسه موجودين بتركيا، رح تقوم الحكومة بترحيلهم وإعطائهم ورقة اللي هي تسمى بورقة المغادرة خلال فترة معينة اللي هي 10 أيام أو 15 يوم. Yine bir şey vardı. Bunu da değiştirdik yılbaşından itibaren. Bunlar hep yeni duyduğunuz işler, meseleler. Şöyle bir kural var. Bir kişi eğer bir ev satın alırsa, bu evin miktarı önemli değil. 20 bin liraya, 30 bin liraya, 10 bin dolara. Bu kişiye biz ikamet veriyor dedik. Şimdi bunu yükselttik. Dedik ki وَلَقَدْ قُمْنَا بِاتِّخَاذْ اِجْرَاءْ جَدِيدْ اَيْضًا وَهُوَ كَانَ مُسْبَقًا الْأَشْخَاصِ اللي بيشتروا منزل مثلا مهما كان سعر البيت سواء 20,000 30,000 50,000 فكانت الحكومة تقوم بإعطائه إقامة ولكن حاليا أصبح هناك شروط جديدة للحصول على الإقامة العقارية وهي Şimdi bunu yükselttik. Dedik ki büyük şehirlerde 75 bin dolara bir ev satın alıyorsan sana biz ikamet veririz. Normal şehirlerde de yani diğer 51 vilayette de 50 bin dolara alıyorsan yani buraya da bir kural getirdik. قمنا باتخاذ قرار ووضع حدود بالنسبه للاشخاص اللي بدها تحصل على اقامه عقاريه سوف يتم اعطاء اقامه عقاريه ولكن سعر العقار بالمدن الكبرى لازم يكون 75000 دولار فما فوق وبباقي المدن راح يكون 50000 دولار طبعا بامكانكم تتصلوا على ال 157 لتعرفوا تفاصيل هاي المدن بشكل كامل. Yine bir karar daha aldık. O da şu. Sahte kira kontratları vardı. Yani sahte kira kontratı o da şöyle. Gidiyor. Elinde bir kira kontratı var. Notere kendisi beyanda bulunuyor ve noter doğal olarak da bu kira kontratını onaylıyor. Bu aslında aynısıdır diyor. Çünkü bir aslı var elinde yani. Ha burada bir şey getirdik. Bir Türk vatandaşı veya ilgili birisi mülk sahibi bir kişiye yabancıya ikametliye eğer evini kiralayacaksa kendisinden otele gidecek. Beraber beyanda bulunacaklar ve bu kira kontratosunu beraber yapacaklar. Göç idaresine bu böyle gelecek. وقمنا باتخاذ اجراء جديد ايضا يخص موضوع عقود الاجار واللي هو انه كان في ناس مثلا عم تزور عقود اجار او تروح على النوتر مثلا وتصدق عقد الاجار لحالها هذا الشيء انمنع واصبحوا الاشخاص لازم يصدقوا عقد الاجار بوجود صاحب المنزل نفسه مشان يتم ضمان صحة عقد الاجار فعليا وانه عقد الاجار ما يكون فيه اي تزوير نهائيا يعني هذا القرار كمان تعمم على النوتر مشان الاشخاص اللي بدها تصدق عقد الاجار حصريا لازم يكون صاحب البيت موجود معه. Yine özellikle ikamet izni sahibi yabancıların yaptırmakta olduğu özel sağlık sigortaları vardı. Burada da sahtecilikler vardı. Yani bu işin de maalesef dolandırıcıları, tüccarları çıkmıştı. İki tedbir aldık. O sigorta poliçeleri göç idaresi ilgili kurumla beraber entegre ettik. O sigorta poliçelerinin sahte olup olmadığı İkamet başvurusunda otomatik olarak düğmeye bastığınızda entegrasyonla beraber ortaya çıkıyor. وقمنا باتخاذ اجراء ايضا يخص موضوع السيجورتا الصحيه اللي هي التامين الصحي يلي بيتم عملها للاشخاص اللي بدها تستخرج اقامات، كان في اشخاص عم تستخرج تامين صحي وهمي ولكن نحن قمنا بقطع هذه الابواب وكان في ناس عم تستغل هذا الموضوع وقمنا بعمل سيستم ونظام جديد سوف تستطيع اداره الهجره من خلاله التحقق من فعاليه السيستم الصحي من خلال الاجهزه الالكترونيه ببساطه، يعني صار في توحيد ما بين سيستم اداره الهجره وباقي الأنظمة من شان التحقق من التأمين الصحي فعليا إذا هو كان فعال أو لا يعني بنفهم من خطاب السيد سليمان سويلو وزير الداخلية أنه في أشخاص رح يتم منحهم إقامة ولكن إقامات سياحية ما في لأول مرة في إقامات طلابية في إقامات علاجية طبعا هاي الإقامات بتكون بالفترة اللي رح يضل فيها الشخص فقط طبعا هاي المعلومات كلها بدها تكون موثوقة يعني الحكومة صار عندها علم بالشغلات اللي عم تصير طبعا مثل ما شفتوا حزمة من القوانين الجديدة طبعا تم اتخاذ هاي الإجراءات يا أخواني لأغلاط كتير كانت عم تصير اللي هي مثلا عقود اجارات مزوره اللي هي استغلالات يعني مثلا الفيزا التعليميه او الاقامه الطلابيه هي عم تكون مشان الدراسه ولكن صار في اشخاص يجوا على اساس هن عم يدرسوا يقدموا على فيزا سياحيه صار في خربطه كتير صار في مشاكل كتير فالدوله قامت باتخاذ هي الاجراءات لمنع حصول هي الامور اللي عم تصير بشكل غير صحيح على الاراضي التركيه ليش على طول يا اخوان بقول لكم انتبهوا على القوانين بشكل صحيح يعني مثلا في اشخاص بتقول لك تعال انا بعمل لك هيك تعال انا بسوي لك هيك ولكن عم
عملوا لكم هاي الإجراءات بشكل غير صحيح. فرح يجي يوم من الأيام مثل هذا اليوم حاليا، القرارات اللي طلعت وكل شيء تم عمله بشكل غير طبيعي وغير قانوني رح يتم إيقافه، وبالإضافة لمخالفات وغيرها من الأمور. يعني الشيء اللي بينبنى على صح فهو بضل صح، أما الشيء اللي بينبنى على غلط فهو بضل غلط يا أخوان. هاي بالنسبة لموضوع الإقامة. طبعا هذا الموضوع يشمل جميع الأجانب، يعني مو بس سوريين، سوريين، عراقيين، أردنيين، أي جنسية كانت. هذا النظام وهذا السيستم الجديد يشمل جميع الأجانب على الأراضي التركية. طيب خلينا ننتقل على الموضوع اللي بعده أو الموضوع المهم، منح الكملك لأول مرة. حاليا تم إيقاف منح الكملك لدراسة أوضاع الأشخاص. مثل ما بتعرفوا اللي بده يحصل على الكملك لأول مرة عم يتم وضعه بالكامبات ليتم دراسة وضعه. طبعا بالأيام القادمة وبالأيام المقبلة بيبين كيف عم تمشي الأمور. مثلا في أشخاص، مثلا الزوج موجود هون ولكن الزوجة ما معها كملك، في أشخاص مثلا عائلتهم موجودة بس هو ما معه كملك. يعني مستقبلا رح تبين الأمور ورح يكون في شروط معينة لمنح الكملك لأول مرة، لأنه حاليا منح الكملك لأول مرة هو متوقف، يعني حاليا في جمود بالنسبة لهذا الموضوع. فجميع هاي الأمور وجميع هاي التفاصيل رح تبين بالأيام القادمة. طبعا بالإضافة لهي الأمور كلها يا أخواني، أنه في حملات كبيرة عم تقوم فيها الحكومة التركية لإيقاف الهجرة غير الشرعية. يعني تركيا صار فيها كتير مهاجرين غير شرعيين، يعني في كتير أشخاص معهم كملك، أوراق نظامية، تمام، أمور سليمة، وبالمقابل في آلاف الأشخاص عم يمشوا بدون هويات وبدون إثباتات رسمية. هذا الشيء عم يضر كتير بالنسبة للبلد وبالنسبة للحكومة التركية. وطبعا يا أخوان أكيد كلنا بنعرف أنه تركيا مضى سنوات كتير وسمحت بإعطاء الكملك لفترة كبيرة وكان استخراج الكملك كتير بسيط، ولكن ما بعرف ليش في بعض الأشخاص أهملت هذا الموضوع لحتى هلأ هن حاليا عم يواجهوا هاي الصعوبات وهي العقبات. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكون بعون الجميع يا رب. الأمر المهم جدا يا أخوان بهي الفترة، يعني خلينا نقول أنه هاي الفترة مصيرية، الكل يلتزم بالقوانين من شان بعد ما تمشي هاي المرحلة الحالية اللي نحن فيها والصعوبات اللي عم تصير والتشديدات اللي عم تصير، بعد ما تمضي هاي المرحلة يا أخوان مشان الأشخاص النظاميين اللي أمورهم سليمة على الأراضي التركية تكون أمورهم للأفضل، تمام؟ بهي الفترة انتبهوا من المخالفات، لا تتنقلوا بدون إذن سفر، خلوا أموركم سليمة، خليكم قانونيين، لا تستخرجوا أي أوراق مزورة، لا تعملوا أي شيء خارج عن القانون. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه بقسم التعليقات، إن شاء الله عم رد على جميع التعليقات أول بأول. وطبعا إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، أنا موجود معكم لحتى ساعدكم، لحتى أقدم لكم المعلومات الصحيحة والمعلومات القيمة، لحتى تعرفوا كيف تتصرفوا وكيف تمشوا على الأراضي التركية بالنسبة لموضوع القوانين. بالنهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، طبعا اكتبوا لنا كمان تعليقات أسئلتكم. كل الحب والاحترام، الله يوفقكم جميعا، سلام عليكم.